ساكن في العماره اللي واقف في الاتوبيس. بص احد تبوظ البتاع ايه الحيطه ومجاش من البيت خالص، هو كان ماشي الاتوبيس ما دس فرامل اساسا لبس مره واحده كده راح موقع الحديد ماشي فايت. كان الساعه كام؟ كانت الساعه 6:32 بالظبط. صحيتوا على الصوت؟ انا صحيت انا بحسب الايام بتقوم والله، لقيت لك انا بحسب زلزال، الناس لقيتها اترمت والاتوبيس زي ما انت شايف كده كان واقع.